الجمال والسعادة والحب والاطمئنان، واحنا بنشهد اليوم بداية عام هجري جديد. بنتمناه انه يكون يعني عام مليان بالخيرات ومليان بالبركات، ويكون احتفالنا فيه احتفال مختلف منقطع النظير عن الاحتفالات الكثيرة اللي احنا قاعدين نحتفل بها في حياتنا. فخلونا نقول عام هجري جديد سعيد على كل الناس اللي بتابعونا وعلى كل الأمة الإسلامية في كل مكان. العام 1443 أول أيامه بتبدأ معنا اليوم، وإحنا بنبدأ صباحنا في قناة النيل الأزرق وبي إن إف إم احتفالا بهذا العام الجديد، وتحدثا عما فيه من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم متابعينا في كل مكان إلى هذا المشوار الجديد والعام الجديد عبر بي إن إف إم. وزماننا قدح وأنتم راحوا، يا سادة من ذكرها نرتاحوا، أبدا تحنا إليكم الأرواح، ووصالكم ريحانها والراحة. هذا الوجود جميعها إشرام، وجميع من في الكون هم عشاقكم. ما هكذا يا سادتي أخلاقكم، وقلوب أهل بلادكم تشتاقكم. وإلى لذيذ لقائكم ترتاح، لجمالكم في كل قلب ساحة، وزهورنا بنسيمكم فواحة. هل للمتيم من جفاكم راحة؟ فإلى لغاكم نفسها مرتاحة، وإلى رضاكم طرفه طماح. من ذا ترى يدري بكم ما يعرفوه، أأنتم حقيقة كل شيء يوصفه. غلب الهوى أين المعين المسعف، ورحمة للعاشقين تكلفوا. سترا محبتي والهوى فضاح، قوم صفاء عما يغائر ماهم. وإليك من دون السواء ماهم، كتبوك حتى أنكرت أحشاؤها، بسر انباح تباح دماؤهم. وكذا دماء البائحين تباح، أوصافهم يسمو بها من يفهموا، وهم الدواء من الردى والمرهم. كل المعارف والعلوم لديهم، وكذا شواهد
للسماء عليهم فيها لمشكل أمرهم إضاحة شربوا كؤوسها والأحبة قهوة وغدت لها أم كل المكاره شهوة طلبتهم ذات النبيهة نخوة ودعاهم داعي الحضائر دعوة فغدوا بها مستأنسين وراحوا